المبادرة هي مزيانة، مزيانة المبادرة لأن السلطة كتخدم خدمات الخدمة ديالها، ولكن المواطن ما غادي ما بغاش يخدم الخدمة ديالو حتى يجيبها في راسو ويدي هذا الوباء يدخلو العائلة ديالو، يبدا يتعجب لا هو لا عائلته. إلا بغى يشوف هذا المواطن الهوار، إلا بغى يشوف هذا الشيء اللي وقع، يشوف ذاك الشيء اللي وقع في العالم، كيردموا بالف 700 800. حنا الحمد لله السلطات المغربيه خدمت الخدمه ديالها، خد قد الاجراءات ديالها، ولكن المواطن الله يهديه، حنا كنطلبوا من المواطن باش يلتزم المحل ديالو، ما يخرج الا للضروره. واخا هكاك باقين شي حاجه، شي وحدين اللي ما بغاوش يتعاملوا معنا بديك المعامله باش كتعامل السلطه. واخا هكاك يعني شويه التجاوب ما كاين شويه، لان الا كتشوف واحد الانسان وانت دايزنيت من حداه وكتقول ليه دير لك ما كيديرهاش، انت راه بغيت ليه المصلحه ديالو، هو ما بغاهاش، ما يكون ابغى المصلحه لراسو هو، انت بغيت المصلحه. واخا انت الله يجزيك بخير، انت علاش خارج هضروا؟ راه يكون بقات عليك انت راه تقعد في دارك وتسد عليك، ما غاديش تخرج. ولكن كتشوف هاد المشاكل اللي واقعين، لان الحكومه خدمه السلطه المحليه ولا الحكومه ولا كل شيء خدمه الخدمه ديالها، وقالت لك داكشي اللي بتقول لك، ولكن المواطن الله يهديه، لكن هو الا كان هو سميتو وبيعاون يدخل للدار ديالو ويسد عليه، سوى شي حاجه للضروره القصوى باش يخرج لعند شي طبيب ولا يقضي الغرض ويرجع. هذا هو، نتمنوا الله يهدي الجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.